مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة. وفيها نتحدث عن دولة بهجلي، لغز السياسة التركية، ومن أنقذ تركيا في لحظات عصيبة. كثيرون طبعا الاصطفاف على طريقة دولة بهجلي. طبعا احنا في مصر لدينا نموذج جبهة الإنقاذ الذي أغرق مصر وأدى الانقلاب العسكري، ثم بعد الثورة الآن في هذه الأيام نسمع الاصطفاف والالتفاف أو الإقصاء الذي يسمونه الاصطفاف، وأدى في النهاية إلى انفضاض الشعب من حول الثورة. لدينا شخصية تركية مشابهة لمن يدعون للاصطفاف، ولكنه طريقته في الاصطفاف غريبة جدا. لعب دور يعني الكثير ينسب لأردوغان كل الفضل فيما حدث في استقرار تركيا، لكن الكثيرون ينسون دور دولة بهجلي، الجندي المجهول في نجاح تركيا في خلال حكم أردوغان. حول هذا الأمر، وهذا رجل غريب يعني غريب الشكل كما سنشاهد وشأنه عجيب وغريب، وحول هذا الأمر ومن هو ودوره في نجاح التجربة التركية، معنا الدكتور محمد شرف، الأستاذ بعدة جامعات أمريكية سابقا وعضو جبهة الضمير وعضو المجلس الثوري المصري. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا بك يا أستاذ صابر، تشرفت بك. دكتور، نحن في مصر العام العربي لا نعرف من هو دولة بهجلي، لكن دولة بهجلي هو رجل له دور كبير في نجاح تجربة أردوغان وتجربة تركيا، رغم أنه أصلا خصم أردوغان. نعم. لو شرحت للمشاهدين أو عرفتهم من دولة بهجلي وماذا حدث معه يعني؟ دولة بهجلي يا أستاذ صابر، تسمح لي هنتكلم عن دولة بهجلي. أيوه. بس أنت ذكرت جبهة الإنقاذ. أيوه. جبهة الإنقاذ كانت في مصر في 2012-2013، فعلا رسموس تم تجديدها وأصبح مقرها الآن إسطنبول. نعم. حضرتك ذكرت انها من علمانيين وليبراليين، لا واسلاميين ايضا. نعم، للاسف. يبقى ده هنا الطيف توسع. صح. لا، كان فيها اسلاميين، كان فيه حزب برهامي. أيوة. برشامي. نعم. قبل كده، فتم توسعتها. امتدادات برهامي موجوده، فهي يعني الامتدادات موجوده. نعم. ومستمره جبهه الانقاذ. نعم. ف صح صح، ده حقيقه ما يحدث الان. نعم. في الحرب على الشرعيه. نعم. ومحاوله الالتفات على الشرعيه. نعم. هي دي حاجه جبهه الانقاذ. نرجع بقى لدولة بهجلي. أيوة. إيه حكاية الرجل؟ قبل ما أتكلم عن دولة بهجلي حول حزب الحركة القومية، اللي هو رئيسه دولة بهجلي. نعم. دولة بهجلي يعني لما بتكلم عنه حضرتك يبقى حط بين قوسين كلمتين، الوطن أولا. نعم. دولة بهجلي هو معارض، لكن معارض للرئيس أردوغان، وبيهاجمه حقيقي هجوم شرس. نعم. ولكن في وقت الجد وفي وقت الأزمة تجد دولة بهجلي بيأيد الحكومة تماما، ومواقفه دايما ذو مواقف وطنية ومبادرات مفاجئة بتزيد وبتكون في اللحظة الحاسمة. طب أردوغان ما ادالوش وزارة مثلا، ولا عمل مع حكومة ائتلافية أو اصطفاف، أو عين حد من الحزب بتاعه في منصب وزير، في قال له تعالى نائب رئيس رضا بأي حاجة؟ لا، هو مختار دور انه يفك التعقيدات اللي بتحصل في المشهد السياسي التركي ويزيد العراقيل ويحل الازمات. ما خدش اي مناصب؟ هو لا يريد. لا، حاول لحضرتك. هو المعارضه في النظام الديمقراطي يا استاذ صابر في الدنيا. نعم. كلها هي جزء من منظومه الحكم. المعارض دوله المعارضه ما كانش هيتوازن القرار. نعم. قبه البرلمان مش بتجمع الكل. أيوه. قبه البرلمان هي اللي بتمثل الشعب، يعني. نعم. بتمثل الحكومه. نعم. والمعارضة. نعم. لم يأخذ منصب في عهد أردوغان خالص، يمكن اتعرض عليه وعلى بعض الوزراء من عنده، لكن هو كان نائب رئيس الوزراء قبل حكومة العدالة والتنمية. كان نائب رئيس الوزراء. نعم. كان نائب رئيس الوزراء في ائتلاف وزاري كان مع حزب اليسار الديمقراطي، وكان مع حزب الوطن الأم، وكان هو نائب رئيس الوزراء لغاية سنة 2002. في 2002 خد مبادرة غيرت المشهد التركي السياسي والاقتصادي وكل شيء. ما هي؟ وكان سبب في تأسيس ما أعتبره أنا شخصيا، جايز يخالفني الغير، الجمهورية التركية الثانية بوصول حزب العدالة والتنمية للحكم سنة 2002. كيف يا دكتور؟ هو في الصيف في مؤتمر لحزبه قال أنا بدعو لانتخابات برلمانية مبكرة، وكان معروف أن حزب العدالة وهو نائب رئيس وزراء وعارف أنه مش هيكون جزء منها. Yeah.
لأن الانتخابات البرلمانية المبكرة انتهت بحزبين، العدالة والتنمية والشعب الجمهوري، وهو طلع بره، وهو كان بره، لكن هو كان سبب في تغيير المشهد التركي بالطريقة اللي احنا عايشينها اليوم، بالتقدم اللي وصلته تركيا باستقرارها بكله. هو زي ما بقول كان بيقود الوطن أولا. هو وصل للحكم سنة 99 لأنه كانت الناس مذت الأحزاب، فهو أدرك هذا فمذت الأحزاب، فهنا كان في حزب جديد طلع من رحم حزب الرفاه حقيقي، اللي هو حزب العدالة والتنمية. دولة بهشري أدواره كأكاديمي زي أدوار نجم الدين أربكان، لهم لهم أيادي بيضاء على تركيا، الاثنين أساتذة جامعة. أربكان كان أستاذ هندسة، بهشري كان أستاذ اقتصاد. كان الراجل يسيب الحكم عشان يجي حزب تاني. في أستاذة أخرى كانت أستاذة اقتصاد، كانت تانسو تشيدر برضو، كانت أستاذة اقتصاد مرموقة حية. نعم. فهنا ده شفت بقى، شفت بهذه الدعوة للانتخابات غير المشهد تماما في تركيا، وزي ما بقول يمكن ده تأسيس الجمهورية الثانية في تركيا. كان منعطف في مسيرة الحياة التركية، نرجو أنه يستمر ويستمر تقدم ألم تركيا يندم. ألم يندم يا دكتور دولة بهجلي، وهو كان الحزب الثاني في البلد، وكان نائب رئيس الوزارة، وراجل مشارك في الحكم وكل المغانم اللي عمله ده، هو هو حزب الحركة القومية أساس قايم أساسا على الانتماء القومي التركي. فهو يهمه تركيا حقيقي، ومين اللي يقدر يأدي، مش تمثيل زي بتوعنا. لا مش تمثيل، مش بكش، مش تمثيل، لا مش جبهة إنقاذ. مش حزب سويرس وحزب السيد البدوي وخلافه. ياريتهم يتعلموا منه. احنا هنا بكرر، احنا هنا مش بصدد الحياة السياسية التركية وخلافه، احنا بصدد ان احنا نستفيد. ومصر تتمنى، مصر كان عندها تجربة ديمقراطية كانت ممكن توصل في طريق تركيا لو استمرت، لكن أجهضوها هؤلاء الأحزاب الورقية الكرتونية في مصر. في أي حال، عمل إيه بقى دولة بهشلي بقى في المعارضة؟ دولة بهشلي في المعارضة بيعارض أردوغان بأشد وأقصى العبارات، وبيعارض حزب العدالة والتنمية. لكن زي ما بقول لك، في أي موقف حاسم وموقف مفاجئ، آخر موقف حاسم قبل ما أقول مواقفه الأخيرة، يوم الانقلاب لم يتردد لثانية واحدة إنه يدين الانقلاب ويرفضه. لحظة الانقلاب قائل، لحظة الانقلاب في شهر، لم يتردد ثانية، ولم يتردد في الدعم والتأييد ومشاركته في كل مناسبة وقفت ضد الانقلاب. كان آخرها في إسطنبول، كان دوره رائع وخطابه رائع. هي الفكرة إيه؟ هو حزبه توجهاته تلتقي كتير قوي مع حزب العدالة والتنمية. نعم. فعلشان كده يعني ما تحسش بفرق كتير بينهم غير في بعض القضايا. طب جماهير حزب الحركة القومية اللي رأس دولة بهجلي، هل خرجوا ضد الدبابات في الانقلاب ولا كانوا قاعدين في البيت يشوفوا؟ انت لو تلاحظ وتراجع اللي بيحدث كنت تشوف هذه العلامة اغلب الوقت دي علامة حزب الحركة القومية. حزب الحركة القومية علامته الرئيسية العلم بتاعه التلات أهذة. نعم. والجزء الشبابي فيه علامته هي هلال. نعم. بتوسطه ذئب. نعم. لأن الذئب بالنسبة للقومية التركية الأناضولية هو جزء منهم أساسي. نعم. في هذه الحركة. نعم. كانوا من أشد المناهضين والمعارضين للانقلاب أيضا، زي ما بقول لك توجهاتهم قومية، مصلحة الوطن، هم حزب الوطن أولا حقيقي. ده كان موقفه من الانقلاب يا أستاذ صابر. ما راحش يزايد ويساوم زي ما بتقول والدوني علشان أفاياكم. ما راحش. فدولة بهشلي شوف مواقفه جنب مواقف البرادعي وأعضاء جبهة الإنقاذ والمرتبطين بجبهة الإنقاذ. شوف الدكتور مرسي لما عرض على البرادعي وعرض على آخرين أنهم يبقوا رؤساء وزارة، بس كان شروطهم ان الدكتور مرسي يتخلى عن كل شيء. هل دولة بهشلي يصل لهذا؟ لا، لان دولة بهشلي هنا بقى النقطة يا أستاذ صابر، هنا التجربة الديمقراطية التركية نمت والوعي السياسي نمت، سواء على مستوى الشعب او الاحزاب، فهم يدركوا هذه التجربة الديمقراطية. اما عندنا في هذه التجربة لم تموا، ويحكمها الانانية
غير أخلاقية، أنانية غير أخلاقية، مهلكة ومدمرة. شوف مواقف البرادعي ومواقف اللي عرض عليهم الدكتور مرسي رئاسة الوزارة ومواقف جبهة الإنقاذ أدت إلى تدمير وطن. خلينا في تجربتنا التركية. دولة بهجلة يا دكتور، هنا في تركيا حكومة الحزب الواحد من 2002 بقالنا النهاردة 15 سنة، حزب واحد، وزارة من حزب واحد، رؤساء مدن اللي بيفوزوا يعني انفازوا من هذا الحزب. مش جايين بإرادة الشعب؟ خليك معايا بس، يعني اخوانا يعني مش يعني يعني لا يعني هم لا مش اخوانا هنا إرادة الشعب وإنجاز. موقف دولة بهجلي ان الحزب الحاكم كان جايب 34% في الانتخابات لكن بشكل حكومة منفرد، لانه بياخد اكثر من 50% مقاعد طريقه الانتخابات عندهم، ويظل في الحكم 15 سنه، لا جاب وزير مع الدوله البهجلي ولا قال له انت فين دوله ولا خد حاجه ولا اي حاجه. لا ودوله ما يحبش انه يكون دوله، زي ما بقول لك حزب بدا كان نسبه التصويت اللي بياخدها 3% وصل الى انه الان بيبادوا من 80 ل 120 مقعد في البرلمان. نعم. فهو ازاي تخاطب الجماهير؟ وزي ما بنقول هي الحياة السياسية مين اللي بيحكمها؟ قبة البرلمان. هو موجود تحت قبة البرلمان، هو تحت قبة البرلمان هو حزب معارض شرس، لكن زي ما بقول ساعة ما بيبقى الموقف وطني دولة بهجلي. طب دولة بهجلي ما قالش ان الحزب الحاكم بيكوش وواخد كل حاجة لوحده والبلد كبير عليك يا أستاذ صابر ويتعدل لأردوغان يتمشي وكلام من هذا القبيل؟ أو كان في نداء من أحد الأشخاص للدكتور مرسي اعمل او ارحل. كان ايمن نور ده، انا ما اعرفش في المؤتمر يعني اللي هو ناسي. عمله يعني هو كان جابه الانقاذ، كان تمهيد للانقذاب. نعم كان تمهيد للانقذاب واعطاء الدعم. فدولة بهجلي زي ما بقول هو مين اللي جاب العداله والتنميه؟ ايوه مش دي اراده شعب؟ ايوه دولة بهجلي بيحترم اراده الشعب ولا لا؟ ايوه اراده الشعب هي اللي بتحكم، لان اراده الشعب دي برضو ممكن تشيل العداله والتنميه وممكن طيب تجيب دولة بهجلي. تعال بقى شوف حضرتك، خلينا نتكلم على آخر موقف ونرجع للمواقف الأخرى اللي كانت كلها مفصلية. طبعا. في لحظات حرجة جدا جدا يا أستاذ صابر، حل أزمات كتيرة. الآن الوقت تركيا بتحول بتغير الدستور، تغيير الدستور كان بعد الانقلاب الناس كانت ناسية هذا الدستور لأنها كانت مشهورة بالانقلاب. طيب. وجبهة الإنقاذ التركية ومعالجتها والبيكيكا ودرع الفرات وغيره، فنسوا التعديلات الدستورية. جه دولة بهجلي تاني في شهر أكتوبر 2016 وقال إحنا لازم نعمل التعديلات الدستورية ونعرضها على الشعب. شوف مرجعيته هي فين؟ مرجعيته إن إحنا نرجع للشعب. الشعب. إحنا نعمل ونرجع للشعب. الشعب هو صاحب القرار، الشعب هو صاحب السلطات، الشعب هو صاحب السيادة. لا راح في اصطفاف ولا راح في أي، حضرتك بتضحك، في أي شيء من هذه الأشياء العبثية. ما خدش وزارة، هم بيبنوا ومش عاوز وزارة ولا عاوز يتجاوز إرادة الشعب. هو محاولات الاصطفاف اللي بتحدث في مصر هي أيها أستاذ صابر، هي محاولات لتجاوز إرادة الشعب. إحنا النخبة اللي نحكم وإحنا اللي نعمل جمعية وطنية وإحنا اللي نعمل وإحنا اللي نعمل، والشعب ده مدوش أي دور يراوك مبسط في المشي في أي حال. فشوف هو برضو اللي بدأها، رغم أن الحزب الحاكم كان متغاضي عنها مرحلها مرحليا، لكن هو اللي بدأها والوقت خدت خطوات. أيوه. وتم إقرارها. أيوه. وهتعرض يعني مش الحزب الحاكم اللي بادر هذه المرة. وطبيعة هذه التعديلات بس عشان وطبيعة فيه. هذه التعديلات أنها بتحول النظام إلى نظام رئاسي. دولة بهجلي مقتنع ان النظام الرئاسي افضل لتركيا من ان يكون انهم عاشوا حكومات رئاسات الوزراء، الحكومات الحزبية الضعيفة اللي كانت بتتفكك دايما. أيوة. فهو عاوز يبقى فيه استمرارية ومنظومة، ودي زي ما بقول هو ملتقي فيها مع حزب الحرية والعدالة. ما لعبش في الكيد السياسي ولا في كل ده، ده هو اللي بادر وقت ما كل النساء. هو في نقطة يا دكتور، هو الحزب الحاكم اللي هو حزب أردوغان لا يملك عدد دواب كف في البرلمان اصلا تمكنه من تعديل الدستور بحيث انه يبقى يكون نظام رئاسي، وده في الاخر ما ضد مصلحته. هو لبادر، هو لبادر، فبنواب حزبه وبنواب حزب العداله والتنميه اصبح الان في مجموع كافي لانه يقر التعديلات الدستوريه في البرلمان، وهذا ما حدث. طيب انا في موقف اخر يا دكتور وعاوز افهمه من حضرتك،
دولة بهجلي في الانتخابات البرلمانية يونيو 2016 حصل ان الحزب الحاكم 2015 عفوا نعم. الحزب الحاكم سقط فيه نعم. حصل على 40% واصبح غير عاجز 42% لم يسقط ده هو ده عدد الاصوات ايوه لكن يعني ما كانش غير نعم. قادر على التشكيل مش قادر يشكل حكومه مفرد لابد كذا ائتلاف لابد ائتلاف حكومه اصطفاف نعم. يعني وحده وطنيه زي ما بيسموها عندنا يعني نعم. اسمها الدلع نعم. دولة بهجلي قال انا لن اشارك احمد داوود اوغلو في الحكومه ومش هخش في حكومه ائتلافيه لان هذا ايه السبب ايه السبب يا استاذ صالح السبب ان كان هذا الائتلاف هيؤدي الى دخول حزب الشعوب ودولة بهجلي او حزب الحركه القوميه كونه قوميه تركيه ضد التوجه البي كي كا والانفصال وغيره ده هم اهم مواد في الدستور واصر عليها حزب الحركه القوميه والكل موافق عليها الاربع مواد الاولى فدول اللي هي دوله واحده وشكلها وعلمها و فهنا كان الائتلاف هيؤدي لدخول حزب الحركة القومية اللي هو بعضهم بيقول ان فيه خلفيات مع البيكيكا فهو هنا حزب الشعوب الديمقراطي اللي هو حزب الشعوب الديمقراطي يعني ده. انا اقصد يا دكتور هنا بقى الدولة بهجلي كان امامه فرصة ان حزبه يشترك في الحكومة ودي اول مرة من 15 سنة يكون وكان معاه اعضاء كافية انه ياخد نسبة كبيرة في الحكومة لكن هو لا هو بيفضل بيقولوا انها تبقى حكومة مش حكومة ائتلافية علشان كده هم بيفكروا في النظام في النظام الجمهوري انه يحولها الى نظام رئاسي ده المصلحة التركية فبرضو بكرر تاني هو ده حزب الوطن اولا بيقدم مصالح الوطن على مصالحه الحزبية الضيقة طب وموقفه في 2015 اعدى الى اعادة الانتخابات وتشكلت حكومة من حزب الحرية والعدالة العدالة والتنمية بمفرده حكومة الحزب الواحد نعم وما خدش ولا طلع من مولد برحمة شوف دولة بهشلي ومواقفه العظيمة أيضا في سنة 2007 الرئيس عبد الله جول كان متقدم للرئاسة لرئاسة الجمهورية حزب الشعب كان دايما بينسحب حزب الشعب الجمهوري العلماني اللي هو حزب أتاتورك نعم هو حزب الشعب الجمهوري هو أول حزب والحزب القديم المستقر الحزب الجمهوري اللي هو نشأ بعد إنشاء الجمهورية فكانوا بينسحبوا فكان عبدالله جول ما بيحصلش على الأصوات الكافية دولة بهشلي مع حزبه ساعدوا على إقرار تعديلات دستورية تعديل دستوري بحيث أن عبدالله جول يمر وضم أصوات حزبه مع أصوات حزب العدالة والتنمية وعبد الله جول مر في الجولة الثالثة للانتخابات البرلمانية وأصبح هو رئيس الجمهورية إيه ده؟ يعني هو دولة بهجلي يا دكتور هو اللي دعا الانتخابات 2002 اللي أدت لوصول حزب العدالة والتنمية نعم ثم هو الذي وقف مع عبد الله جول حتى يصل الرئاسة نعم ثم هو الذي رفض تشكيل حكومة ائتلافية عشان الحزب الحاكم تاني فيه وعلشان الأكراد الانفصاليين ما يكونوش جزء منها بخلفية انفصالية لكن هو مع تنمية المناطق الكردية اقتصاديا وسياسيا أيوة وكل شيء هو ضد الحركات الانفصالية لا الأخطر بقى أشوف في موقف أهم يا أستاذ صابر يبقى. سنة 2008 بعض الأحزاب زي ما عملوا قبل كده مع الرفاه وغيره دخلوا بدعوة لحل الحزب العدالة والتنمية سنة 2008 وطبقا للدستور وحتروح المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية هنا كان دورها أي حاجة يقول لك إن لها خلفية أو مرجعية بيحلها زي المحكمة الكاستورية في مصر أنت تعلم دورها في الوصول للانقلاب والتحريض على الانقلاب ودورها في تعطيل البرلمان وخلافه وإن احنا نوصل لمنظومة ديمقراطية ده فرق في الحياة السياسية فرق بين الأنانية السياسية وفرق بين الوطن أولا يا أستاذ صابر هنا بقى تدخل برضو دولة بهشلي وتآلف مع حزب العدالة اللي هو بيعرضه في البرلمان وبيشتمهم وبيتشوسوا مع بعض وعملوا أقروا تعديلات دستورية تمنع حل حزب العدالة والتنمية طب هو المفروض كان يفرح زي البرادعي وزي التانيين اللي بيدعوا للاصطفاف مع البرادعي وغيره والكلام ده الدعوات كانت في 2012 نفس المشهد لم يتغير حتى الآن يا أستاذ صابر نحيا في اسطنبول يعني الآن نحيا في اسطنبول في القاهرة في السجون والمعتقلين صامدين واحنا المفروض نكون دعم احنا ما بنقدمش الدعم ده احنا بنقدم
إذ كده طب يا أخي اسكتوا أنتوا في أمان، ده اللي يتكلم إنه معرض وإنه معتقل وإذي بيتنكد بيه وإذي بيتبهدل. فهنا تغيير مواد الدستور في 2008 حمى حزب العدالة والتنمية. طب أنا لو دولة بحشرية ثم يتحلل يبقى أنا اللي هكسب. وهو يخش انتخابات ويأخذ أنا اللي هكسب ويشارك في الحب. عرفت الفرق يا أستاذ صابر؟ الفرق كبير. تقدر تنقل التجربة دي للمصريين ونكبتهم السياسية ونكبتهم الحزبية. يعني يا دكتور في موقف أنا عاوز أقوله للمشاهدين، يعني كنا في الانتخابات 2015 كما قال الدكتور شرف، وفشل الحزب الحاكم في الحصول على نسبة تمكنه من تشكيل حكومة منفردا، وكان طبعا كل الحكومة ائتلافية اللي احنا عندنا يدلعونها ويسموها زورا حكومة الاصطفاف الوطني والائتلاف وحكومة الوحدة الوطنية. فهنا في تركيا طبعا هذه حكومات سياسية، حكومة ائتلافية ستؤدي إلى خراب تركيا وتدمير تركيا، وده تاريخ كل حكومة ائتلاف في تركيا بتستمر أكثر من سنتين، كل سنة ونص شهرين ثلاثة أربعة أشهر. زي تركيا كانت خربانة قبل أردوغان بسبب حكومات الوحدة الوطنية. فقابلت استاذ جامعه تركي وقلت له طيب يعني طبعا احنا كنا كلاجئين كنا هنرحل في ظل هذه الحكومه الائتلافيه بتاع الوحده الوطنيه دي. فقابلت استاذ جامعه تركي وقلت له يعني احنا تركيا ستغرق، تركيا ستغرق. فقال لي لا تخف، لانه دوله بهجلي رجل مخلص لتركيا ولن يقبل اي ضغوط و و و و. فانا بصراحه قلت له بصراحه انا ما بثقش في المعارضين، وتجربتنا في مصر تجربه سيئه. قال لا، دولة بهجالي سيرفض الدخول في حكومة ائتلافية وسيظل في المعارضة وسيؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة حتى يفوز الحزب الحاكم مرة أخرى، لأن هذا هو صالح تركيا. فأنا قلت يعني رجل تركي ده أستاذ الجامعة التركي ده يعني دماغه يعني مش ففي حزب هي حكم جاي له يروح يسيبه. ده عندك في مصر يا أستاذ. فطبعا فوجئت هذا ما حدث فعلا، والراجل دولة بهجلي رفض أنه يدخل في الحكومة ودعا لانتخابات مبكرة مرة أخرى. كان هو ده موقف رئيس أردوغان أيضا وعادت حكومة الحزب الواحد وعادت تركيا للاستقرار مرة أخرى. فضل دكتور أنا الموقف ده بصراحة أنا ما نساهوش، وقلت الراجل ده صاحب فضل علينا. ده مصداقا للكلام أن حزبه ودولة بهجلي عندهم حاجة اسمها الوطن أولا. نعم. هل ده بقى موجود عند البرادعي؟ عندنا السفارة الأمريكية موجودة أولا، بس السفارة الأمريكية قبل الوطن أولا، وساويرس أولا، وساويرس أولا. بس ساويرس حزبه طرده. ما هتلاقي من حزب تاني يا دكتور. طبعا بس قطعنا من التوي. طبعا في موقف أخرى دكتور. ده في أدي موقف في سنة 2008. شوف الموقف اللي أنا وإنت معصرناهوش. جه في البرلمان موضوع الحجاب أسير. نعم. يعني كان السماح بارتداء الحجاب. نعم. هنا برضو دولة بهشالي وحزبه كانوا الفيصل ضم أصواته للعدالة والتنمية. أي. وهنا تم إقرار الحجاب. الكلام ده أنا ما أعتقد كان في 2008. نعم بعد أردوغان. في 2008. نعم. فهنا تم السماح للحجاب. برضو ده يرجع لخلفيته القومية. أي. لأن الحجاب مش علامة تدين بس. ده علامة المحافظة وطباع. نعم. الأناضول، الأناضول بطباعهم كلهم متحشمين في لبسهم. أي. فهنا ده كان تأييده لهذا الموضوع. هو 70% من التركية تقريبا محجبات يعني إلا لم تكن من الذاكرة يعني. يعني أيا كان الحجاب حرية، لكن ما تمنعنيش من الحجاب وتسمح للآخر. فلك حرية الاختيار، أنا لا أمنعك من الاختيار. وكما شفت قانون الحجاب ما بيمنعش من الاختيار، بس الاختيار والحجاب من حقه، ده مواطن. شوف بقى في مصر ما يحدث وشوف التوجهات. يبقى تركيا من حقها تتقدم يا أستاذ صابر، ومن حقنا إن احنا نرجع القخقرة. أنا في برنامج تلفزيون هنا في اسطنبول، في فضاء اسطنبول سمعته، فبيقولك كان سبب هزيمة الدكتور مرسي والانقلاب عليه إنه ما طمئنش الفنانين والفنانات. فده الفارق، لما الفنان والفنانة أنت حر في حياتك وطريقتك، حر في حياتك وطريقتك، لكن ما لكش دعوة بالآخر. برضو الآخر حر في حياته وطريقته واختيار. برضو ساعد في تغيير قانون التعليم، أصبح التعليم 4+4+4 مراحل، 4 4. قانون تناول الكحول وتداول الكحول أيضا هو كان له دور رئيسي في تمريره. فزي ما بقول هو بيمرر لمصلحته.
شوف بقى برضو، تعال بقى شوف جبهة الإنقاذ والبلاك بلوك بتاعها واللي كانت بتعمله في سنة 2013. كان في بعض القلاقل بشأن حديقة جيزي بارك. بهشري وحزبه لم يشاركوا أبدا ونبهوا على بعض أنهم بعيد عنها لأن ده ضد مصلحة تركيا. طب هو لو جبهة الإنقاذ هنا كانت هتعمل إيه ساعتها؟ جبهة الإنقاذ كانت جاهزة المولوتوف وجابوا الونش يشد باب الاتحادية ورموا المولوتوف على القصر وعلى موكب الرئيس. دي جبهة الإنقاذ اللي هي زي ما بقول مستمرة حتى اليوم بيننا في تركيا. ياريتهم يتعلموا من هذه المواقف يا أستاذ صابر. والله دكتور دي مواقف زي ما بقول هنا مواقف بتحكمها الأنانية غير الأخلاقية، الأنانية السياسية اللي نتجع عن إيه؟ عدم نضج وعدم وجود الوعي السياسي وعدم ازدراء الإرادة الشعبية. ازدراء الإرادة الشعبية كل اللي في فضاء اسطنبول بيقول لك إلا مرسي. طب ده انت بتزدري إرادة الشعب. طب هو دولة بهجالي جي قال لك احنا نفض الانقلاب العسكري بس إيه لأردوغان وإلا الشرعية؟ ما هو كان يعمل كده وقت الانقلاب لو حب كان يعمل كده. كان ممكن يعمل كده صحيح. كان يعمل ما في كان هنا يبقى ذو الأسباب وذو مبرر. لكن وكان يعملها وقت جيزي بارك. ده كانت فيه فرص كتيرة قدامه. لكن زي ما بقولك هنا بقى دي الأخلاقيات السياسية والدستورية السياسية. شعب نما عنده الوعي السياسي والوعي الدستوري. الناس مخلصة البلد. وعارف ان التغيير بيتم ازاي. وعارف ان إدارة المشهد السياسي في البرلمان بيتخانق وبيشجب بأشد المواقف وبيعارض. لكن وقت مصلحة الوطن ووقت مصلحة تركيا بيكون انحيازهم ظاهر. ده الدرس اللي نود ان المصريين اللي موجودين في اسطنبول يحتكوا بيه ويتعلموه. وده خصوصا سياسيين ودعاة الاصطفاف وخلافه ومجموعة إلا مرسي. وده هيخلينا نسأل حاجة سؤال تاني يا دكتور. يعني يا دكتور يعني انا بس فاتني في من سؤال من الاول يعني لو ممكن نختم به. ما هي توجهات حزب الحركة القومية او لو عرفنا الناس ايه ما هو حزب الحركة القومية عقدته الايديولوجية يعني؟ بنكرر تاني هو بيقوم على الفكرة القومية التركية. خطابه متشدد. طب هو علماني ولا تجاه الانفصاليين؟ هو علماني ولا اسلامي؟ لا هو حزب قومي. مش علماني هو. قومي حزب قومي. يعني ممكن نقول محافظ. العلمانية لا تتعارض. نعم هو حزب قومي ومحافظ. وزي ما بقول له أنصار دائرة أنصار كتيرة وما فيش تعارض بينه وبين العدالة والتنمية. في تعارض تحت قبة البرلمان لأن أنت تحت قبة البرلمان بتمثل الشعب وبتحاول توصل لأفضل قرار وأفضل سياسة. فزي ما بقول خطابه متشدد ناحية الانفصاليين لأنه بيحافظ وحتى في الدستور الجديد مصرين على أربع نقاط اللي هي حدود البلاد، علم البلاد، شكل البلاد. كل ده دي ثوابت كل متفق عليها. فأمة واحدة زي ما انت بتقول. فهنا ده خطابه متشدد لأنه عاوز الأمة واحدة. أيضا ناحية الاتحاد الأوروبي موقفه مش معيد للاتحاد الأوروبي تماما زي حزب الرفاه وأربكان وحزب العدالة والتنمية. نعم زي ما بحكي دايما في السياسة التركية أو في اللي وصلنا له في ما وصلت إليه تركيا الآن هتلاقي نجم الدين أربكان رائع، دولة بهشالي، قلب أرسلان، كلهم بتوجهاتهم هي توجهات الوطن. أولا من توجهاته حضرتك إنه يبقى لكل أسرة تركية محامي. الدولة تتبنى أن يكون لكل أسرة تركيا محامي. هو كحزب قومي بيرى دعم الأجهزة الأمنية والمخابرات وزيادة رواتبهم ومخصصاتهم لأن بيبص لها من ناحية أمن تركيا مش من ناحية التجسس على الأفراد أو إرهاب الأفراد. المخابرات الأجنبية يعني نعم لأنه عارفين اللي بيحدث وتجد الناس متنبهين تماما للمؤامرة على تركيا. فده وعي سياسي غير درجة الوعي عندنا وده جزء منه برضو وعي النخب بيصير الوعي الآخر غير العمالة اللي موجودة عندنا. احنا ما نسميه عندنا مجموعة من الخونة والعملاء المفرطين يا أستاذ صابر.
هنا لا يتردد في إطلاق لفظ خاين في تركيا. الأتراك لا يترددوا في إطلاق لفظ خاين. على طول عندنا يقول لك لا ما تخونش. ده الفرق. حتى كان هو التخوين بإيه؟ بمواقفك. ما واحد هل بتخدم الوطن ولا يعني ما بتخدمش الوطن؟ أيوه. ده التخوين. فهنا والحرم لو مش هنا ما عندهمش تحفظ في إن الموقف يصفه بالخيانة. أيوه. إذا كان أيضا يا أستاذ صابر له موقف بالنسبة للأزمة السورية، يرى أن الأزمة السورية أن تقام مخيمات محددة أو مدن محددة للاجئين السوريين، لأن دي سببت بعض المشاكل في الأناضول زي ما أنت قلت محافظين جدا، فهم ضد الاختلاط الأعراق والأجناس وخلاف. فده حدث وحدث وجود اللاجئين بأعداد كبيرة، ده برضو أثر، وحتى هو ده السبب في نتائج 2015، ده كان جزء أساسي من أسباب نتائج 2015. لكن هو بيرى أن ضرورة حل الأزمة السورية كي يعود السوريين إلى بلادهم مكرمين معززين. بيرى إعفاء المزارعين من الضرائب، لأن زي ما بنقول تركيا أكبر منتج زراعي، فهو عاوز بلده تنمو وتتقدم. ده دور هذا الحزب. أخيرا هذا الحزب لا يختلف عن حزب العدالة والتنمية في المسارات الأخرى، حتلاقيهم متفقين، بيؤمن بإقامة مشاريع اقتصادية وتنمية سياسية واجتماعية في مناطق الأكراد. إذن هو بيحافظ على القومية التركية وعلى الحدود التركية والهوية التركية. وهذا في الحقيقة يا دكتور يعني حديث حضرتك جعلني إن أنا يعني الواحد يفكر بين الأحزاب التي تديرها السفارة الأمريكية في مصر والأحزاب القومية الوطنية والأحزاب اللي هي نبع من الشعب أو تابعة ممكن تختلف معها إيديولوجيا القومية وأنا مختلف معها إيديولوجيا، ولكن في النهاية في لا مصلحة تضر الوطن لا تضر من جهة أجنبية أو كذا، بينما الأحزاب الدكاكين بتاعتنا في مصر واللي يعني كلها بيجي لها التعليمات بالتليفون. وعشان كده الفرق في الانقلاب كلهم وقفوا حوالين شرعية أردوغان. نعم. لأن أردوغان جاي بإرادة شعبية. نعم. ما قالوش إلا أردوغان. نعم. والفرق بين نخبة تقول لك إلا مرسي اللي هي بتزدري الإرادة الشعبية. هذه النخبة تحتقر إرادة الشعب ولا تؤمن بها. نعم. ويعني كما قلت حضرتك دكتور شرف أنه الشعب التركي المسلم يرفع شعار ربع، أصبح الآن شعار منتشر في شعار الحزب الحاكم في تركيا شعار ربع، هو شعار اصلا اسلامي كان يخص المسلمين في مصر، والرئيس المسلم اردوغان تبناه والشعب التركي المسلم تبناه، واصبح هذا هو شعار الحزب الحاكم. وحزب الحركه القوميه المعارضه اللي في دوله البهجالي ما قالوش انت جايب شعار اجنبي ويخص بلد ثانيه وشعب اخر، بينما نحن عندنا ناس من التيار الاسلامي اصبحوا يسقطون شعار ربعه ويرفضون رفع شعار ربعه خاصه بالمسلمين. فبالتالي الوفاء للمسلمين، الوفاء للشهداء، الوفاء للشهداء. نعم. هم الشهداء دول ماتوا تحت ايه؟ راية الاسلام. ضحوا تحت ايه؟ تحت شعار ربع. نعم. فهذا هو الذي ادى الى ان الله سبحانه وتعالى ينصر اردوغان وينصر المسلمين في تركيا ويجعل له شخصيات تؤمن بمصلحة الشعب ومصلحة الدولة فوق اعتباراتها ومصالحها الشخصية، وهؤلاء هم السياسيون الحقيقيون، وهؤلاء هم المعارضة الحقيقية، لا المعارضة التي تدار ومعارضة الدكاكين ومعارضة السفارة. أضيف نقطة يا أستاذ صابر. نعم. بمناسبة دولة بهشالي. نعم. في مصر نموذج له آخر. أيوة. وإن اختلفت الدرجة، الدكتور السفير رفاعت طهطاوي. وفي عصام سلطان. شوف موقف رفاعت طهطاوي، شوف موقف عصام سلطان. حازم إسماعيل. عصام سلطان لم يكن في حاجة إنه يبقى في السجن. صح. رفاعة الطهطاوي قالوا له امشي. أيوة. انت مالكش دعوه بالامر. صح. الشيخ حازم ابو اسماعيل. نعم. المستشار الخضيري لم يكن في حاجه انه يكون في السجن. أيوة. فهؤلاء ناس برضو قدموا الوطن، تحيه ليهم. نعم. بنقول لهم انهم في عيوننا وان احنا بنقدر تضحياتهم. نعم. ويا ريت برضو ينقلوا تضحياتهم ودروسهم الى اسطنبول بإذن الله إن شاء الله. وبإذن الله إن شاء الله طبعا يعني من يقول إلا مرسي، طبعا هؤلاء الشخصيات لا يعبرون عن المسلمين المصريين في اسطنبول، هم شخصيات قليلة، ولكن للأسف تحت يدهم صوتهم عالي، صوتهم عالي وتحت يدهم أموال وقنوات، لكن الغالبية الساحقة هي
غالبية مع الشعب ومع الرئيس مرسي ومع الشرعية، ولكنها إمكانياتها بسيطة، والحمد لله يعني إنما تؤدي دورها ورسالتها، وبإذن الله وإن شاء الله سينتصر الإسلام وسينتصر المسلمون. نشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، كما نشكر الأستاذ الدكتور محمد شرف عضو جبهة الضمير وأستاذ هندسة المواد. هندسة المواد مظبوط كده دكتور؟ علوم وهندسة المواد. علوم وهندسة المواد، هكررها تاني. علوم وهندسة المواد. علوم وهندسة المواد. أدب أعمل إيه بس يا دكتور معلش؟ أشكرك يا أستاذ، ربنا يبارك فيك. أشكرك جدا، أنا سعيد باللقاء. ربنا يبارك فيك. قناتك بتدينا منفذ حقيقي، قناتك وقناه آيات ورابي وقنوات قدنا معدوده اخرين، ده شرف. شكرا لك يا دكتور، ربنا يجزيك كل خير يا رب، وده شرف لي. كما اشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشترك في قناتنا العالم الاسود للعسكر لتتابع الحلقات الجديده. نلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى إطلاقنا قناة إضافية على يوتيوب تحت اسم الوعي الإسلامي، تتناول الأحداث الجارية بالشرح والتحليل بعيدا عن محظورات الإعلام التقليدي مع العديد من الشخصيات، فتابعوها.